بتعيش الجزائر بمختلف مناطقها خلال الأيام السابقة لرمضان أجواء خاصة للتحضير للشهر المبارك. بتتجمع نساء العاصمة بالأحياء العريقة على الأسطح لتحضير ما يعرف براس الحانوت أو ما يعرف بمناطق أخرى بالفواح، وهو خلط التوابل خاصة بالطبخ الجزائري، كما بيحضروا ما يعرف بالنافخ وهو عبارة عن فرن جمر يدوي. تشتهر مناطق الشرق الجزائري بما يعرف بعادة الوزيعة، حيث بيشترك سكان الحي لذبح العجول وتوزع على العائلات المحتاجة. كما يعتبر الحمام الجزائري واحد من التقاليد القديمة، حيث بيعتقدوا بوجوب الدخول لرمضان بطهر روحي وجسدي. وما بيكتفي الجزائريون بالاستحمام بمنازلهم، بل بيتوجهوا نحو الحمامات المعروفة بمختلف المناطق. تلجأ معظم الأسر الجزائرية بمختلف الولايات لإعادة صبغ منازلها بالأبيض قبل رمضان يلي بدل على الطهر. كما تعتبر الشعبانية بمنطقة الشرق الجزائري من أبرز التقاليد، أي آخر يوم بشهر شعبان، وهي أنه تعود كل فتاة متزوجة لبيت أهلها ليلة قبل رمضان، بتمضي اليوم مع أهلها، وحسب معتقدات الجزائريين هذا الشيء بيطول بعمر الفتاة. هذا رمضان بالجزائر، صح عيدك.